لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد علي حسن. سيد محمد، بعد التحية، كيف ترى زيارة الرئيس الصربي لمصر في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وقراءتك أيضا لما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي ونظير الصربي؟ بعد التحية فندم، في البداية هي زيارة هامة للغاية، جاءت في توقيت مهم ولها أيضا نستطيع أن نقول خصوصية. هي الزيارة من حيث نوعية الوفد وعدده وخصوصيته هي الأولى منذ 15 عاما. مصر وصربيا لديهم العديد من العلاقات الجيدة على مدار العقود الماضية. نستطيع أن نقول أن العلاقات المصرية الصربية قائمة دبلوماسيا منذ العام 1908. نستطيع أن نقول أيضا أن 116 سنة من العلاقات المصرية الصربية شهدت العلاقات بين مصر وصربيا خلال السنوات العشر الماضية تطور رائع في العلاقات على مدى مستويات عظيمة، وأيضا هناك مجالات كثيرة يتم التعاون فيما بينها بين مصر وصربيا، لا سيما التعاون الاقتصادي والذي كلل اليوم باتفاقية التجارة الحرة، وأيضا هناك تعاون على بعض المستويات الأخرى مثل التعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي. طيب سيد محمد، في العام 2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى صربيا، وهذه الدولة والتي تعتبر الأولى لرئيس مصري منذ أكثر من 30 عام. كيف انعكست تلك الزيارة على مسار العلاقات وعلى تطورها أيضا والتعاون القائم ما بين البلدين؟ بالطبع هذه الزيارة أحدثت طفرة في العلاقات ما بين مصر وصربيا، هذا في البداية، وأيضا كان هناك استقبال رائع من الجانب الصربي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعنا جميعا هذه الزيارة والمخرجات التي خرجت عنها ونتجت عنها. كان هناك أيضا بعض المميزات التي نستطيع أن نقول أنها أطفت على العلاقات بين مصر وصربيا. اتفاقية التجارة الحرة كان مجرد مقترح في العام 2022 وتحديدا في شهر يوليو، وجاءت عن رغبة البلدين في إبراء اتفاق التجارة الحرة فيما بين القاهرة وبلغراد. كانت هناك العديد من المفاوضات وجولات المفاوضات بين وزارات التجارة والصناعة بين البلدين، وأيضا منذ شهر فبراير 2023 تم خلال هذا الشهر الانتهاء من الصيغة التوافقية لنص الاتفاق، وتم مناقشة الجانبين المصري والصربي خلال جولة المفاوضات الأخيرة لهذا الاتفاق، وكانت عقدة بالقاهرة. سيد محمد، أود أن أسألك عن ما الذي يجمع شعب الدولتين صربيا ومصر، وأيضا هناك جوانب أخرى بها علاقات وبها أيضا تعاون سواء على الجانب الاقتصادي أو حتى على الجوانب الأخرى، اتفاقيات للتعاون وبروتوكولات اقتصادية تمت ما بين البلدين تجمع مصر وصربيا على مدار عقود. أود أن أطرح على حضرتك هذا السؤال، ما هي هذه المجالات سواء بقى في الثروة المعدنية أو الخدمات الجوية والبيطرية وأيضا في الجوانب الاستثمارية الواعدة؟ يعني في البداية نستطيع أن نقول أن الشعبين المصري والصربي يجمعهم العديد من النقاط المشتركة. دعنا نتحدث عن الجانب الثقافي، هناك تعاون ثقافي بين القاهرة وبلغراد، وهناك اتفاقيات تبادل ثقافي بين الجانبين، هناك اتفاقيات مختصة بالثروة المعدنية بين القاهرة وبلغراد، أيضا هناك بعض المؤتمرات وبعض المنتديات المشتركة ما بين البلدين، وتحديدا في المجال الشبابي والخبرات الشبابية. رأينا أنا من كانوا الشباب الحاضرين في منتدى شباب العالم، وقابلت بعض
الشباب من صربيا وأبدوا إعجابهم بالثقافة المصرية وبتفكير الشباب المصري، وأبدوا أيضا إعجابهم بمدينة شرم الشيخ من الجانب السياحي. أيضا هناك تطورات في التعاون ما بين القاهرة وصربيا في بعض المجالات الأخرى مثل المجالات التكنولوجية والمجالات الاتصالات. طيب سيد محمد، على ذكر الثقافة كما ذكرت وقلت أن الثقافة تجمع بين البلدين، أعود بالذاكرة إلى الوراء في ستينيات القرن الماضي تحديدا في عصري الرئيسين الراحلين، الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الصربي جوزيف تيتو، عندما كان هناك تعاون وثيق الصلة ما بين القاهرة وبلغراد. كانت هناك رؤى تجمع بين الدولتين وكقيمة كبرى داخل القارة الأوروبية وعلى مستوى العالم أجمع. كيف يمكن البناء على ما تقدم من علاقات وطيدة وإنجاز التعبير هي ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ؟ يعني في ستينيات القرن الماضي كان هناك يعني طفرة قوية جدا وإعادة للعلاقات ما بين مصر وصربيا في هذه الحقبة تحديدا، والزيارات كانت بشكل مستمر ومتوالي ما بين البلدين. هذا ما أعلنه بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي، أنه سيكون هناك اجتماعات دورية بين الدولتين للاطلاع على الرؤى الجديدة، الاتفاق على وجهات النظر ما بين وتقريبها ما بين الجانب المصري والجانب الصربي. رأينا الرئيس الصربي يؤكد أن مصر هي الدولة التي ترسي السلام في على مستوى العالم بأسره، وأيضا من خلال الملفات الإقليمية والدولية التي تقودها مصر ولديها الخبرة فيها، وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية، وهذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. في المقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي أثنى على الدور الصربي في إرساء السلام والمعادلة في البلقان. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي حسن، شكرا جزيلا. وبالطبع هي زيارة هامة تأتي في توقيت هام ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم.